نروح لخبر جديد. انطلق المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في نسخته الثانية، وده المؤتمر اللي نظمته اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية في مصر. المؤتمر شهد الحديث عن آليات مكافحة الفساد الرياضي على مستوى القارة الإفريقية، بالإضافة طبعا لحفل جائزة الرياضة الإفريقية اللي هيتم من خلاله إن شاء الله تكريم 11 رياضي وفريق من إفريقيا بناء على إنجازاتهم الرياضية، وكمان ودي نقطة في منتهى الأهمية بناء على مساهمتهم في المجتمع الإفريقي. طبعا من ضمن المرشحين بقوة لنيل هذه الجائزة النادي الأهلي اللي أكيد بنتمنى له التوفيق. تعالوا نعرف المزيد من التفاصيل ونتابع سوا التقرير ده، تابعوا معنا. قيادة مصر في العمل الرياضي الأفريقي على مستوى كافة النتائج، مصر الحمد لله بنشترك في الأفريكان جيمز، بتكون يعني هي في المقدمة على المستوى الكبار أو المستوى الأفريكان جيمز للشباب. الحقيقة أنا بتشرف بأن اتحادية الكونفدرالية الرياضية الأفريقية هي المسؤولة عن إدارة الرياضة الأفريقية من الناحية الفنية، وسعيد جدا جدا أيضا بأن نادي عريق زي النادي الأهلي فاز بأحسن نادي في أفريقيا. مبروك للنادي الأهلي ومبروك لجماهيره ومبروك لبيبو ومجلس إدارته، وبحب أهنيكم وأحب أقول لكم أن الجائزة دي مش كرة قدم بس، الجائزة دي كرة قدم وكرة سلة وكرة يد، والحقيقة العديد من الانتصارات اللي كسبتها الحقيقة أقدام وأيادي أبطال النادي الأهلي. والحقيقة أنا سعيد جدا بأن ده تم، لأن دي تاني مرة بتتم هذه الجائزة مع الأوكسا، واللي ده المصطلح الإنجليزي الفرنساوي بتاعنا اللي هي اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية. مصر بتستضيف اجتماع الجمعيات العمومية لاتحادات الرياضة الأفريقية الأوكسا اللي برأسه صديقنا العزيز اللواء أحمد ناصر، ومؤتمر الصحفي للوزير واللواء أحمد ناصر كان بيتكلم عن أهمية هذه الاجتماعات وأهمية استضافة مصر لهذه المناسبات الدولية، وإزاي الوزير اتكلم عن أنه مسألة أن احنا بنستضيف بطولات كتيرة وبنرحب بالرياضيين من مختلف دول العالم، وكم استضافة مصر من أكثر من بطولة في أوقات كانت حرجة. اتكلم عن السنوات اللي كانت فيها مصر استضافت بطولة كاس العالم كرة اليد وقت الدنيا كلها ما كانت مقفولة بسبب كوفيد-19. الأسماء المرشحة للفوز بجائزة اتحادات الأفريقية عن هذا العام، ومن ضمنها طبعا النادي الأهلي اللي حقق عديد الألقاب القارية والمحلية في مختلف الألعاب، سواء في كرة القدم طبعا اللي هي بتحظى بالاهتمام الأكبر، الباسكت بول بطل أفريقيا، الهاند بول، أكتر من لعبة، التنس الطاولة على مستوى منتخبات، أصلا تمثيل الأهلي أو لاعبي النادي الأهلي في المنتخبات بشكل عام، كل ده منح النادي الأهلي ترشح بقوة للفوز بجائزة أفضل نادي أفريقي.